صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حل موعدكم مع ايت سمارت، واليوم رندا فهد محضرت لنا تشاينيز فود سويت اند ساور لايت. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. بدنا نبدا بالخبريه؟ طبعا بدنا نبدا. نذكر المشاهدين انه فيهم دائما يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم تتابعوني. دائما مشاهدين بيسالوا اسئله بجاوبها على طول، وفي عنا سؤال بنجاوبه الثاني. اليوم رح بلش بخبريتي. مثل ما قلت ستيفاني، خبريتي لها علاقه بالاشخاص اللي هن فيجن. هلا بالاجمال بكثير دراسات بينت انه الاشخاص اللي هن فيجن من وراء احصاءات بين انه هن معرضين ليصير عندهم تكسير بعظمهم اكثر من غيرهم، وكمان معرضين انه يكون هيدا العظم سميكته تكون خفيفه. نتذكر دائما انه الفيجنز هن الاشخاص اللي ما بياكلوا شيء من مشتقات الحيوان. هلا حليب واتسترا، حتى مضبوط، ولا لحمه ولا حليب ولا الى اخره، ولا اجبان الى اخره. طيب هلا هون هيدي الدراسه كانت عم تشوف، طب اذا هالاشخاص عملوا انواع من الرياضه اللي بنقول لها ريزيستنت تريننج، هيدي رياضه القوه، هل هالشيء رح يساعد على العظم؟ اوكي مضبوط. ومشان هيك جابوا اشخاص من عمر ال 30 لل 50 سنه، وهول اشخاص كانوا اصلا هن فيجن لمده اكثر من 5 سنين، وكمان جابوا جروب ثاني اللي هو بياكلوا جميع انواع الاكل، يعني بياكلوا لحمه بياكلوا حليب الى اخره. وعملوا دراسات عليهم، وتبين انه الاشخاص اللي هن كانوا عم يعملوا ريزيستنت تريننج، هول اشخاص كانت قوه عظامهم قديش فيها معادن العظام هي ذاتها، اذا كانوا هن فيجن او اذا كانوا بياكلوا لحومات وحليب ومشتقاته. فاذا هون عم نشوف قديش اهميه الرياضه خصوصا لهالاشخاص اللي هن الفيجنز، ومش حيلا نوع رياضه، هون ريزيستنت تريننج، مش بس المشي، يعني الرياضه اللي فيها كمان رياضه قوه. اوكي. وتبين كمان بكل الاحوال هن الاومنيفورز، يعني اللي بياكلوا لحمه وبياكلوا، اذا ما بيعملوا هالريزيستنت تريننج هن معرضين لانه يتكسر عظامهم الى اخره. فاذا هون اذا انا كنت فيجن ما بدي خاف على عظامي، بس اكيد بدي اكون عم باكل نوعيه الاكل اللي هي مضبوطه. وبتصور هون دائما انا بنصح انه ولنه مره يكونوا عم يروحوا مره او مرتين عند اخصائي التغذيه لنكون عم نساعدهم. مضبوط. كل الاشياء اللي بدهم ياخذوها يوميا كرمال صحتهم، وبنفس الوقت اهميه الرياضه. ويمكن كمان اكثر لازم يعملوا فحوصات دم كل 6 اشهر لحتى ما يكون عندهم نقص. exactly. ونقص بالفيتامين بي 12 والى اخره. اوكي. تنرجع لموضوعنا رندا، انا كثير بحب التشاينيز، واليوم بدي اتعلم كيف اطبخ تشاينيز لايت. مشاهدين كمان اكيد نحن يعني عم حاول فرجي المشاهدين انه عندنا دجاج ما بده يكون عم يكون في كميه كثير كبيره، فنحن بنقدر نجيب الكميه او فاضل عندنا الدجاج، كيف نحن نكون عم نقصصه ونعمله باكله اللي هي كثير طيبه وللعائله كلها. أوكي. انا هون استعملت لاربع اشخاص بستعمل 400 جرام دجاج، فهون طلع للشخص باليخنه رح يطلع لنا 100 جرام كثير منيح، رح تكون كافيه مثل ما رح نشوفها هلا. اكيد الدجاج دائما عندي هالطريقه، ببهره بحط له نقطه ثوم وبكون عم بشوي. سو بعد ما انا شويتهم قسمتهم الى مكعبات، صار عندي مكعبات للدجاج. هلا هون اكيد بشويت انتصور عند الخضره، وانا اليوم مستعمله بالخضره مستعمله 3 كوب من الجزر، مستعمله 3 كوب من اللوبيا الخضراء، ومستعمله كمان البيبي كورن. بيبي كورن هلا مقصصتي. كمان مقصصته، فاستعملت 3 كوب ومقصصته. فينا نحط كورن عادي كمان، ما هيك؟ مزبوط. ما بعرف ليش ستيفاني ما بحب الكورن العادي، شكله بهيك. اوكي. فهيدي يمكن حسيت تطلع اكثر تشاينيز استعملت البيبي كورن. أوكي. بس مثل ما قلتي هو الاشياء الموجوده عندنا على الاكيد. Exactly. في ناس بيستعملوا البامبو شوت، بس الاشياء اللي هي براتيك اللي هي اكيد نحن قادرين نشتريها هي اللي بدنا نعمله. سو هو هن بالخضره اللي مستعملينهم. طيب اول شيء شو عملت؟ بصلتهم على الاكيد، فبصله صغيره، حص ثوم صغير، مع البهارات نقطه الملح، مع ملعقتين كبار من الزنجبيل. جينجر طازه، جايبه طازه، فاذا برشته ملعقتين كبار، ودعمته شوي بباودر جينجر كمان.
مش غلط. هون عملت لهم ستيف بتصير اطيب 100% بدها هالجنجر. اليوم انا ماني مستعمله زيت ففينا نكون عم نطبخ أبداً؟, ابدا واو فعملت لهم ستير فراينج مثل ما هن صرت اقلبهم على النار. المهم نحن نضلنا عم نقلبهم حتى ما يكونوا عم يلزقوا. اوكي هلا الخضره اللي عندي اياها اكيد الكورن بتعرفي هو جايبينه معلب فرح يكون مستوي. الجزر واللوبيا حطيت 2 كوب مي وخليتهم عم يغلوا فيهم. فاذا غلوا رجعت حطيت الجزرات وبنفس هالميات انا رجعت حطيت الثوم والبصل والزنجبيل اللي انا عملته. أوكي. هلا حبيت كمان كون عم حط لها باين ابل اما الاناناس لانه بدي اعطيها طعمه من طعمه الحلوه. أوكي. فحطها هون كوب واحد من الاناناس حبيت اشوي بيعطي طعمه اطيب. سو اناناس أجان جبته معلب لأنه هلأ هيدا الموجود وأسرع لي كان شويتهم وقصقصتهم مثل ما شايفينهم هون. كمان زدنا عليهم. هلأ بدي أعمل لها هيدي الخبرية بعد ناقصها الصوص. أي شو بدنا نحط صوص؟ صوص حتى فيها عصير الأناناس. أوكي أوكي فهي علبة الأناناس فيها كان العصير. أوكي. حطيت ثلث كوب من العصير. رجعت حطيت التشيلي الحلوة. فإذا هيدا الحر الحلو هون ملعقتين كبار وملعقتين كبار من الصويا صوص وملعقتين كبار من الهوني أما العسل. أوكي أوكي فصار عندي هون الصوص اللي هي صوص الحلوة مع الطعمة الأمامي بنقولها اللي هي موجودة بالصويا صوص. وما ننسى أنه نحن حاطين مي وقت غاليين هالخضرة فهيدي المي نحن استعملناها حطينا الصوص فوقهم والدجاجات وخليناها تكون عم تخطر. وهيدي اكلتنا هينه هينه كثير خفيفه نظيفه. هلا مثل ما قلت سويت اند ساور الطعمه لانه الاناناس والصوص الاناناس يعني الجزر الكورن كله 100% مخلوط مع بعضه. ما خفتي من الكالوريز من السكر رندا؟ حطيتيهم هولي؟ هلا يعني انا اذا بدي اطبخ بخاف حطهم 100%. انت دايتشن فسري لنا شوي. هلا انا شو حاولت اعمل؟ اللي حاولت اعمله انه تذكر انه هيدي الاكله مقسمه على 4 اشخاص. نعم. نحن هون حاطين الملعقتين العسل الكبار اللي هن مقسمين صاروا على 4 اشخاص. فاذا وحاطين الجوس اللي هو مقسم على 4 اشخاص. فاذا هون عم نحكي تقريبا الشخص اخذ تقريبا ملعقه كبيره من شيء اللي هو حلو اللي هي بتطلع عنا ال 60 جرام او بتطلع عنا حصه من النشويات. فاذا انا هون حطيت بهالسكر حصه من النشويات الاناناس كمان فروت اكزاكتلي. فهون بدنا نحسب لها حسابها يعني حطيت حصة نشويات. إذا أنا بدي أكل حصة بالرز هاي حصة تانية وحصة من الخضرة سلاش الفواكه اللي هي موجودة فيها. نعم. فإذا هيدي الطبخة اللي أنا حطتها اليوم عندها بكل الأحوال 3 حصص من النشويات. أوكي. وهيدا الشيء هو مقبول لشخص عم يأكل أكل حتى عم تقولي لي رجيم. إيه حتى رز وحتى التشاينيز 100%. قدي بيطلع يعني كم الكمية قدي لازم ناكل؟ أوكي لح يحكي عن شغلتين. أول شيء بدون الرز نحن عم نحكي وقت قسمنا أكلتنا لأربع أشخاص طلع عنا لكل شخص طلع تقريبا بيطلع أكتر شوي من كوب بيطلع كوبين على بعضه. أوكي. وهالكوبين بيطلعوا 380 وحدة حرارية بلا الرز. بلا الرز. اوكي سو وحدة حرارية مقبول لأنه نحن بدنا نحكي أفرج صحنا. نعم. لازم يكون على 500 وحدة حرارية. مزبوط. هلا هون مثل اللي عم قوله انه تقريبا طلعنا بقلبها 3 حصص من النشويات. اوكي فاذا 3 حصص من النشويات ولكن كمان طلعنا تقريبا فوق ال 25 جرام من البروتينات فكميه بروتين كمان كثير عاليه. اوكي هلا جيت انا بدي احط الرز حدها. اذا عم نحكي عن شخص عم يعمل رجيم قاسي بيطلع له بس 3 حصص بيطلع له 3 حصص في ياكلها بلا رز هي واحد. أوكي. بس هي كمان طيبه مع الرز. فينا نحن نحط 3 كوب رز هي بتكون حصه زياده من النشويات بتكون اكله 4 حصص نشويات. يعني اذا عم نحكي بعدنا هيك يعني هن من قد شقفتين من البيتزا اللي هن كثير رفع. يعني مش اخذي انت اكثر من هيك. اوكي هلا الاشخاص العاديه انا اليوم حاطه فنجان مثل ما شايفين هون حاطه فنجان رز كامل معه. فاذا انا اذا عندي شخص عندك هلا شخص منه عم يعمل رجيم بده ياكل صحنه ليشبع ما رح يقدر يشبع باقل من هالكميه.
فهي كمية بيكون عندها مثل ما شايفينها فيها 6 حصص من النشويات. اوكي فيري جود. وهو الانسان العادي بنهاره تقريبا بياكل بياكل 8 حصص من النشا. فبعدين هون نحن حسب بأي كيف رجيم نقاو أنا في يكون عم حط هون 6 حصص على الظهر لنقول ساعتها بتعشى عشية بدون نشويات. فهيدي كلها ستيفاني بتجي على خبرية البالانس اللي نحن بدنا ناكله. والإنسان وقت يكون عارف كيف عم ياكل وبرجع عم بقول اكزاكتلي مشان هيك أنا دايما بكون عم بشرح للأشخاص قديش هن عم ياكلوا كيف عم نقسم لهم ياهن حتى يعرفوا كيف يطلبون. اوكي الرز مسلوق هون انا سلقه الرزات وحطتهم. دائما الرزات بدي احكي شيء على السكر وبدي احكي شوي على التشيلي صوص اليوم. أوكي. فالرزات دائما اذا نحن سلقناهم ورجعنا بعدين بردناهم وبعدين حطيناهم هيدا بيكون عم يخلي ريزيستنس اكثر وما بيعلي الانسولين بنفس السرعه. هلا كمان هون حبيت احكي على التشيلي صوص لانه خبريه التشيلي كثير خبريه مهضومه بحب المشاهدين يعرفوها. التشيلي اهميته بماده اسمها كابسايسن فيه اللي هي هيدي الماده هي مانعه انتي انفلاماتوري ضد الالتهابات. وهيدي الكابسايسن اللي هي بتساعد اهم شيء بدي اقوله للعالم اللي عندهم بين دراسات عندهم داء المفاصل. فهي هيدا النوع من الانتي انفلاماتوري بيكون عم يساعدهم من الاوجاع. هي واحد. كمان ما بدنا ننسى انه هي بتحتوي هيدا التشيلي بيحتوي على الفيتامين اي. نرجع نحكي انه هيدا مانع تاكسد. تحتوي على الفيتامين سي فيتامين اي والبي. وقت يكونوا هول مجموعين باكله وحده يعني هيدي الاكله اذا كنا مرشحين اما حتى نتجنب الرشح نحن فينا نكون عم نستعملها. فكمان الحار هو شغله منيحه. بعد عندي شغله عن هيدا التشيلي اللي عم بحكي عنه وحاطينه هون بالتشاينيز. عالم كثير بتخاف منه بالارحه انه ارحه. هو بالعكس هو بيخلي هالجاستريك جوسز هيدا العصير اللي بيطلع بالمعده اللي بيساعدنا على الهضم وبينزل شوي الاسيد انه يكون عم يفرز يعني بيفرزه الجسم وقت ناخده. فنحن ما بدنا نخاف منه بس دايما نكتر من شغله ونكون ماسكين هالحر وعم نعضه كل بس كتار بيقولوا انه بيضعف الحر. ايه فينا نقول في دراسات بينت بيعلي الميتابوليزم. أوكي. بس اذا انا دايما بقول لكم بيعلي الميتابوليزم بتكون تفكروا بهالدراسات انه شيء كثير كثير ضئيل. ففينا نقول انه ليش لا بناخده بيعلي الميتابوليزم. ما ننسى كمان انه هو مانع تاكسد نظف الجسم وهذا شيء كثير مهم كرمال رجيمنا. ثانك يو رندا على المعلومات. هاف ا نايس داي. سيم تو يو. مشاهدينا وقفه ومتابعه.